وهي الأوراق المطلوبة. تفضل. عمر محمد شو بيقرأ هيك؟ ابن طلع من السجن؟ مات جوات السجن. إن شاء الله العمر لك. تعيش. طيب. نحن بكل الأحوال حنجرب بعضنا شهر ومنشوف يا منكمل يا لا. ماشي. تفضلي. شكرا. ما قلتي لي شو رأيك بالشي اللي عم يصير؟ جنان رسم. بالإذن. إذنك معي. أجليها شوي لحتى تهدى أعصابك. دخيلك يعني أولتها وآخرتها أهلي رح يعرفوا. خليني أخلص من هذا الموضوع. طيب طمنيني عنك أول ما توصلي. يلا باي. شوف دكتور بزمتي مو ديما قالت لك تقولي لي انه ضغطي طبيعي؟ لا عمو اصلا انا ما شفتها لديما من شهرين. صحي شو اخبارها؟ لا ليش عم يخبوا علي مرضي؟ زكاتي خذيني اياها مره ثانيه. تكرم عينك يا عمو.
هذا ابو عمو. شرفت، اهلا وسهلا. الله معك. مع السلامة. أهلين منصور. وهي صرنا بعد الظهر ولسه ما رديتي على المسج. أنا آسفة، حقك علي. بسامحك بس إذا بتقبلي دعوتي على العشاء. الساعة 7 منيح؟ الساعة 6:30 رح كون ناطرك بساحة باب توما. 7 6:30 حابب انتظرك، ممنوع؟ طيب أوكي اتفقنا. يلا باي باي. باي. ليش ضار ببوس؟ بأساس هي أول مرة بتعطي قتلة. هي خلصنا الفروج وما تركنا عليك. ربنا يوم زيادة عليك الحواضر. شوفي لي وجهي، ارتاح؟ اي ارتاح. نزلي الفطور على المطبخ، بطلت اكل. مثل ما صباحة وسام. شوفك بكرة؟ ولي وهلا شو رح تساوي يا شغف؟ صرحتي للصحافة إنه موعد إصدار روايتك بعد أسبوع وسامي مختفي. إذا بتريدي بدي صحفي من القسم الثقافي لو سمحتي. قولي له الروائية شغف عملت حادث كثير خطير. ما على قلبك شر، سمعنا صار معك حادث. وصل الخبر بهالسرعة؟ أنت شخص مهم كثير بروائيتنا العظيمة. هو حادث سيارة والحقيقة يعني طلعت منه بأعجوبة. اتكسرت إيدي اليمين طبعاً، وهذا الشيء رح يأثر على توقيت إصدار روايتي، رح يتأخر شوي. هلأ بدي أعتذر منك لأن أنا كتير تعبانة وما لي قدرانة أحكي. شكراً كتير على الاهتمام. أهلين. ممتع كثير لابقلك الاسود. شكرا.
بتحبي الفضة؟ كثير بحبها. شرفي بشوفك. ليش ما حكيت على موبايل شام؟ فريدة أنا مريض. شو؟ إيدز؟ جنب. هذا من كتر الإجهاد الجنسي. فريدة أنا بدي شوف شام. حكيه على موبايله. مضطرة أسكر. عندي شغل. غريب الرجال كيف بيصير بس يمرض. ودود ضعيف مكسور. لك وين جبروتك يا سليمان بيك؟ وينه؟ أكلت بسرعة، كنت كتير جوعانة. صحة وهنا. كان في مرضى كثير اليوم؟ الناس مكتئبة ومريضة منصور. الحب هو المخرج الوحيد لكل الألم اللي عم نعيشه. شام بالحب نحن منتغلب على الألم والخوف والقلق. عم أسمعك. تعرفي أول مرة شفتك فيها مع ديما حسيت قلبي هيك طار من محله. شام أنت المرة اللي عم دور عليها من زمان. شو؟ ما بدك تقولي شيء؟ لا لا أنا معك هون. تسمح لي روح غسل إيدي؟ إيه طبعاً طبعاً تفضلي. وغلاوتك يا بابا إنه ما فيك شيء والكل عم يقول هيك. يلا نام هلا نام عشان بكره اخذك لعند الدكتور اللي بدك اياه. ايه يلا نام. بالزور لحتى اقتنع حالته غريبه. لا غريبه ولا شيء، أبوكي وبتعرفي طول عمره بيعمل من الحبة قبة. والله بكرة رح أخذه لعند الدكتور. حرام شكله بيقطع القلب. يا الله هي بلش المسلسل رح يخلص كمان. مساء الخير ماما. مساء النور. حكى معي أبوكي ليكون حني يا حلو. ماما كيف تقدري تشربي؟ مريض أبوكي مريض. ألو بابا كيفك؟ Thank you.
انسي سوزي. بعد ساعة موعد الوكس. سوزي خلاص خلاص فهمنا. بعد ساعة موعد الوكس. طيب اوكي. سوري بابا انا مو في اكل بهالوقت بس رح اقعد معكم. تعرف بابا سوزي بتفيق بهذا الوقت بحاله واحده بس اذا كان عندها موعد. الله يسمعنا الاخبار الطيبه. ميار مر لعندي على المكتب. ماشي بابا خلص ومر لعندك. ماشي بابا موفق. باي باي. سوزي وصلت المرة. ايه طلعي على الغرفة. ماشي. جزائر بعد عرفنا ورشه الثانية. طيب اللهم زد وبارك. خلي هالناس تسترزق. يعطيكم العافية شباب. لازمكم عامل شيء. من ورشة مين برا صغرى؟ بصراحة مو من أي ورشة. بس شاغل بالعمار من زمان. أيام الدراسة يعني. ليش حضرتك شو بتشتغل هلا؟ انا مدرس اخذت اجازه لانه مزنوق على شويه مصاري. وقالب وموبايل وانا برصاص ومحاي. شو مخروق؟ خريج جامعه شد لي حالك. نطفي منيحة ما بدي شوف ولا وبرة. تمري ستوزن اليوم عندي موعد. تعرفي الرجال بيحبوا البنت المهففة. مو دائما احيانا بتشوفي مرة ريحتها سابقتها ومشان نقلي احلى رجال. صدقيني الرجال بس يحب ما عاد يميز. ما جهز بانيو الحليب لهلا؟ يا لطيف شو قلبك بارد. يلا. لك رجعتيني انت التانية. يا الله انتبهي على شغلك احسن ما تعدي تتفلسفي. انتبهي. انت بنت عمي قبل ما تكوني موكلتي. الطلاق مانو سهل. قصدك الزلم سهل. عم قلك رفع فيني تقرير للامن كله لانه عالج جريح بعيادتي. لك في اوطى من هيك؟ ممكن فكر انه هذا الشيء ممكن ياثر على منصبه. لا تبرر منصور هذا شقفة حرامي ولك نهب البلد. بدي اخلص منه. بدي اخلص من التسلط. دقيقة بقى راجع لك. ديما ديما شو ضحية جديدة؟ عفوا موكلة جديدة؟ بنت عمي. شو زرت شام بالعيادة؟ أنا معجب بشام. لا يا ستي حاببها. ليك لا تفكر تلعب بعواطفها لشام لأن رفيقتي وأنا اللي بعرف مزبوط علاقاتك مع موكلاتك. بفضحك منصورها. هيك كل البنات ها بس تحبي صديقتها بجن جنانها وكأنه عم تسألك إنه ليش هي مو أنا. تدري ليش حسيت إنه في شيء خاص بيناتكم؟ مين ديما؟ أعوذ بالله إذا بتكون آخر بنت على وجه الكرة الأرضية مستحيل فكر فيها. أمشي أمشي. إيه ميار ممكن تحكي لي شوي أكثر عن هذا مشروعك تبع تشغيل الشباب؟ بابا هو مشروع تدريبي لتأهيل الشباب وتدريبه وتوظيف الكفاءات عنا هون بالشركة. اي ممتاز. يلا كل للسوا. اوكي ايه صحيح مهيار بدي الصحافه تهتم بهذا الموضوع. رتب لي شويه لقاءات صحفيه. لا تقول هم بابا كله محسوب. يلا حبيبي شد لي حيلك شوي. استاذي جام رن جرس الفرصة تعال قل لك لقمي. شوي شوي على الزلمة خف عليه. يلا جاي بس غسل ايدي. لا قطع هلا ما يبدك علي الحياة مقطع فيه.
يلا امر. عم يغسل ايديه، عوض عوض من هون وخمسين. هاي هيك لا حيل. سلامتك ترى. ما في شي حادث صغير؟ دخلك هالاسامي ما عاد اجا لهون؟ والله سمعتهم بالصدفه عم يقولوا سافر على مصر. خليهم يجيبوا لي قهوه سامي. ايه اكرم عيونك من عيوني. يلا لك ليش هيك الرجال عم يطلعوا فيني؟ ليكون شكل مشد مغري وانا مالي درياني. فظيعه انت يا شغف، من وين بتجيبي هالافكار؟ هلا ما لازم نفكر بشي غير بسفره مصر. منو هي اللي احط لي مشانها وقعدها محلي؟ تفضلي يا عزيزي. شكرا. عجبك المكان؟ انا هون بقعد دائما. ايه صغير حلو. ميار بعكسك بحب الاماكن البسيطه من احنا وصغار. يعني هيك بتحسي المود العام ضارب على الوساطة؟ يمكن الكحيانين بس مشان يوفروا على حالهم. كيف الشغل مع ميار؟ ايه ظريف حلو. يا ستي ميار عليك الشغلة. هذاك النهار طلعنا انا وياه بباصنا للداخلي. اوف كيف تحملتوا الروايح؟ او ماي جاد. عم اقول لك باص انا مو زريبة. على كل حال انسي مو هذا موضوعنا. خبريني انت شلونك؟ يعني شوفي ما في حاليا ولا شيء. يعني اطحش وما اسال. شبك؟ في شيء؟ لا ما في شيء. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شرفتي. تفضلي ارتاحي. يا اهلا وسهلا. هاتي لشوف. عم بسمعك. كنت قاعده لحالي وفجأة انخلع الباب ودخلوا ثلاثه فتشوا البيت كله وكسروا كل شيء وبعدين وحوش وحوش. شو بدي احكي؟ ما عاد اقدر احكي. خلص خلص ما عاد اقدر احكي. هدي هدي طولي بالك. يا خالو زميلك صار شغيل بورشتنا. بعتوا ولادو على المدارس. وربية الأجيال وينو لسانك أكلوا القط؟ صبي شاي صبي. بعرفك بتحبي شكليش. طيبين مو هيك؟
تطلعي فيني. شوفي في شيء عبقني؟ لا لا تخافي احكي عن جد، اذا في شيء قليلي. الحب مبين شوي. كل عمى ضربك شو بتكذبي؟ كرمال الله سامحيني مو قصدي. شكراً على الأسوارة. لبستيها؟ ايه. شام؟ أنا عاشق ممتاز. ايه بس أنا لسه ما وافقت. يعني رح استنى كتير؟ مو أنت بتحب الانتظار؟ أنا بعشقه للانتظار. شامي الانتظار بيعطيكي إحساس كتير غريب، يعني في شي حلو جاي على الطريق وانتي ما عليك الا تستني. شامي يا الملكية انتي إلي شام صدقيني. مرحبا ماما. أمين جو. ماما في وحدة ناسحة من حمص ومطلقة واختي ما عندها مكان تروح عليه، بقدر ابعتها لعندكم؟ ماما شبكي؟ لحظة رح جيب لك الدواء. لا تصبوا جبل، هكا علينا شوي معلم. ان شاء الله طول بالك عليك، لك والله بتسلي اكثر من كيلو بزر. تعريف نحن لازم نأمن عمال للمساء. هشام حواليك كم استاذ مدرسة؟ استاذ؟ هيتو في دجة قوي اليوم. طويلي قلبك، بدهم سلتهم بلا عنيك، مو ناقصهم شو شرح الايام.
لإمتى بدك تضلي هيك؟ صار عمرك 29 سنة وما عملتي ولا علاقة بحياتك، يحقك تستمتعي. شبك ديما، ما شفتي شو صار بليال؟ انتي غبية وما عندك تجارب، اي والله بتزلقي فورا. الزواج حلك الوحيد، الزواج. قيمت نازل عسوريا. صدقني الشام هادية ما فيها شي. شكلك عم بتشوف القنوات المغرضة. تعال، الأسعار مغرية كتير. بعد ما انضرب الموسم صار سائح الداخلي على العين والرأس. صباح الخير. أنا وسام. عائشة محمد. فيك تفهمني منين جايب لي المسطره؟ فيك تفهمني امتى بتقدر تهدي طبعك؟ يعني بكل المكتب ما في ولا بنت، ولما حضرتك قررت تجيب لنا بنت رحت جبت لي اياها من كلية الشارع. ماما الحلوة كيف صارت اليوم؟ كان عمري 11 سنة. كنا سافرين بحارة شعبية. إجا عمي أخذني بده يشتري لي. وفجأة دخلني على غرفة مهجورة. مد ايده على صدري وعلى ما كنت بعرف شو عم بصير. وبعدها كل ما اجى لعنا يلحقني على المطبخ ويساوي نفس الشيء. ما قدرت احكي بوقتها. فهمت قصدك. ما كان في اغتصاب. كان لازم تحكي لي من زمان. الحكي بيريح. اجتمع مريض. والبابا. لا تقولي لي البابا كمان كان يتحرش فيكي. أبوك حكاية تانية. لك الله يلعن الرجال. الله يلعن الرجال. الله يلعن الرجال. سبريتي للرجال. الحمد لله على السلامة فريدة. هاي بغسل وشي أنا. نشوف يا شامي كيف رح تحسي بغيابي. شو استاذ منصور وصلنا؟ انا اسف بس كنت شارد. الله يساعدكم انتوا المحامين بمر على راسكم اشكال الوان. يلا يعطيك العافيه يا محمد. الله معك.
ما بدي ولا خطأ، مفهوم؟ تأمر معلم. بدي اياك تجيبي لي أغلى وأحلى بنت بتعمل مساج. لعيونك أميات. هذه الرواية شغف عاملة حادث. أنا رجلي أول عينة. ليش تعرفها معلم؟ منا وحينا، بس أهلا مبريين منا. لك إلي شو بتكره بهالدنيا الدنيا؟ بقول لك مرة لنفزلك فيه. في شيء قتلت من الطلاق. أبوك ضربي؟ عادي متعودة. وأمك؟ أمي المهم بابا يكافئها آخر الليل ويفوتها على غرفته. كانت دايما تحط علينا الحق أن نتزوج عليها وحدة تانية. ليش؟ لأنه كل خلفته بنات. رح ساوي لك فنجان قهوة تروقي دمك فيه. كنا أكلنا أكلة من زمان. ولا هرمونات الحنية شغالة عندك؟ اضربي ما أغلظك. ولأنك يعني هو في شي منها. رح ساوي القهوة وارجع. شو عم تساوي هون؟ بتعرف الست فريدة ما بتحب حدا يدخل على مكتبها؟ ما في شيء، بس الست فريدة وصلتني على ورقة وبدي آخذ لها إياها على البيت. مرحبا. أهلا 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 بالرواقية شغف. كيفك يا رب؟ تمام الحمد لله. وين ما عاد شفناكي؟ مسكر على حالي الباب وعم بكتب بهالرواية. أوه خير، شو بها إيدك؟ ما في شيء، حادث بسيط. سمعت انه بعتوا اسماء كتاب على القاهره، مزبوط؟ ثلاث كتاب بس. ما في اسماء مهمه باستثناء سامي طبعا. صحيح قريتي روايتي الجديده؟ خلص دمدومه. اذا عندك شغل فيكي تروحي، صرت منيحه. مالي نفس. لك صحيح هلا شو بدك تشتغلي؟ ما بعرف، عم فكر ارجع على شركة ابو ميار. هلا شهادة جامعية اضرب واطرح وبدك ترجع تشتغلي سكرتيرة؟ ليك يا ديما، خربانة وخربانة. أنا مفصولة من الجامعة وضليت 5 سنين بالسنة الأولى. والشهادة اللي ورجيتينا إياها؟ مزورة. لا أنا ما عم صدق، أنت كيف بتقدري تكذبي كل هالقد؟ طلعي بوشي بتعرفي. ايه بس نحن رفقاتك مو اهلك. رفقاتي؟ عادي، حتى الرفقات بيخسلوا بعضهم. لك خليكي خليكي، شو بكي؟ ما كان قصدي. ماشي يا سامي، اخذت اللي بدك اياه وضرب ظهرك. ولوين رحت؟ لعند وحدة مالة على نص الرال البلد؟ ماشي، بس مرجوعك لعندي.
زمان والله. كيفك؟ مشتاقة لك كثير. الحمد لله بتوقفشيني. لا تواخذيني، صار لي زمان ما اجيت لعندكم، بتعرفي قرايبك مانعني. دخيلك، بس تقولي قرايبك بحسها مسبة. لك بس قولي لي شلون متحملتي؟ من القلة ماله علة. بهي معك حق. شو رأيك نروح نقعد بشي مكان؟ لا يي دخيلك، والله إذا بيقدر بيعمل مجزرة بالبيت بدون شي مالي مخلصة. حبيبة قلبي ما بدي ضايقك، خلص الله معك. ماشي إن شاء الله بشوفك. تبي على حالك ومعافاية. الله يعافيك. خاطر. باي. فظيعة المرة المتجوزة عن جد. دغري بين ما عندها حس العبدة وبتصير لفاية ببلاش. لك والله ما حق الرجال يدلوا صاحباتهم أكثر من نسوانه. هذا اللي صاروا عندك، نهارين التصاميم تكون جاهزة. حلو كثير هالحكي. وينك؟ حكي عائشة خليها تساعدك فيهم. يا رون؟ إي. هلا أنت بتعرف أبوها لعائشة شيء؟ إي بعرفه. الظلمة كان سجين. وبتعرف ليش؟ هلا الزلمة كان عنده مبدأ وعم يدافع عنه، يعني بغض النظر إذا نحن متفقين معه ولا لا. لك يا ميار، هاي البنت من بيئة متشددة متعصبة، يعني من الطبيعي تحمل أفكار ومبادئ هاي البيئة. لك وسام، أنت لإمتى حتضل عايش نظرية المؤامرة؟ أنا ماني عايش نظرية المؤامرة، أنا شخص واقعي. لأقول لك شغلة، أفلاطون كذب علينا كذبة اسم المدينة الفاضلة وحط راسه واتكل. مساء الخير. ما كان بدي اياكي تشوفيني ضعيفة. ماما هذا مو ضعف، هي اسمها أمي. حلوة هدية من رجال. ايه رح ساوي لك أحلى عشاء. شغف عامله حادث. اه مشان هيك لافه ايدها. شو قلتي ولاد؟ نساء مروا بقالون والقارب ملوها.